تصلوا العشاء حيكون الوكل على الطبلية. أنا محضرة كل حاجة. شيخ خلف مش في أوضته. إيه؟ راح فين؟ راح لحاله يا حجة. زي ما جه لحاله راح لحاله. راجل مبروك صح. واه، مش كان وصانا ولا قال لنا هنعمل ايه؟ اللي يعمله ربنا هو اللي هيكون يا حجة. ده طاهر فهماني؟ البيت ده طاهر وحيفضل طاهر. شغل لي نشرد لك جبندي اللي في المسجل، بحب اسمعه. أهلا أهلا أهلا. تفضل يا سيدي، تفضل تفضل. تفضل يا سيدي، تفضل. خير خير ان شاء الله خير. انا عارف اني ما يحقليش ان انا اعمل اللي عملته ده، وعارف ان انت هتعذرني لما تعرف انا ليه عملت كده.
يقعد. أمر يا سيدي. تشرب ايه يا سيدنا؟ ميه. بنتك ياسمين شابه زينه هتدرس في الجامعه، جت من مده وقالت عاوزه تحجب، قول لها البركه. بعدها بمده جت وقالت لازم اتنجب، طوعنا. بعدها قفلت على روحها، امها سمعتها وهي بتتحدث مع ناس، دخلت عليها لقيتها لوحديها تايهه. الحكيم قال دي حاله نفسيه، اداها دواء. حالتها بقت في النازل، بقت تجري زي المدبوبه عريانه، لو حد مسكها تصرخ وتشد شعرها. قفلنا عليها الباب، بقى لا حد ينظرها ولا هي تنظر حد. خفنا لحد يشوف المصيبه بتاعتنا دي والبت يوقف حالها. الناس كلها هتحكي على كراماتك يا سيدنا، والواد طارق والرشوان طاب على يدك. ما تحرمناش، ما تحرمناش يا سيدنا من كراماتك دي، وطلباتك كلها مجابه. طلبت ميه وشربتها، سلام عليكم. سلام يعني ايه؟ يعني دواها مش عندك. يعني الواد طارق دي اللي ما كناش عارفين هو مريض بيه، شفي على يدك وبتوخ تاني، انت عاجز عن التشفيها. اقعد حلفتك بالله، البنت فوق حالها يقطع القلب وامها عتمان بتروحها. قال له شوفها زي طارق وان شاء الله الشفاء هيكون على يديك. ما عنديش غير اللي اديته لطارق. جرب جرب يا سيدنا، مش هنخسر حاجه. وانا تحت امرك، طلباتك كلها مجابه، والاوضه بتاعتك مجهزه بالمجاميع. اقعد اسبوع اثنين ثلاثه زي ما انت عايز. قلت ايه؟ قلت ايه يا سيدنا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. شوف كده. إن شاء الله ربنا يشفيها على دين سيدنا. تعال تعال يا سيدي، سيدنا ياخد راحته، احنا جنبك بربنا تحتاج حاجه.